أما هلأ رح نروح لمساحتنا الطبية، ويمكن رح نتعرف على مشكلة طبية أو صحية هي تعتبر من الأكثر شيوعاً عند كثير من الناس، وخصوصاً بين الشباب وكبار السن، آلام الركبة اللي بتبدأ شرارتها مع الوقت نتيجة نمط حياة غير صحي. صحيح سلمى، بالآونة الأخيرة عم نشوف كثير من الشباب اليوم عم يقولوا لك عم يعانوا مثلاً من آلام الركبة، آلام الظهر. يمكن طبيعة العمل نوعا ما والشغل لساعات طويلة بتفرض يمكن بعض الأضرار الصحية. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الدكتور خالد نمورة، أخصائي بجراحة وتقويم العظام والمفاصل والجراحة الرضية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش نحكي عن هي المشكله بالعموم وبدايه تشكلها، يعني نحن ممكن واحد اليوم يفيق يحس انه ركبته عم توجعه بسبب مجهود معين، بعد يومين ثلاثه تروح هذا الالم، ولكن في ناس بيعانوا بيصير بشكل كبير من الام الركبه. تماما. هلا الم الركبه هو الالم الاكثر شيوعا بالاصابات العظميه، خاصه مفصل الركبه، جميع الاصابات العظميه سواء العظام او المفاصل او الاربطه او الغضاريف، هو الالم الاكثر شيوعا اللي غالبا المريض بيراجعنا بالشكوى الرئيسيه اللي بيكون عنده الم. هذا الالم له صفات مميزه، اما يكون الم حاد يعني فجاه نجي اصابه رضيه او اذيه او حادث او ما شابه ذلك، أو ألم تدريجي يعني ببلش عنده الألم شوي شوي نتيجة إصابات محددة، أو ألم مزمن بتصير بشكل دائم. هذا الألم بيكون مستمر مع المريض ومرافق المريض بشكل دائم، وغالبا بتكون بالإصابات الالتهابية لمفصل الركبة. شو يعني الإصابات الالتهابية؟ إصابات الالتهابية يعني إما يكون التهاب مفصل رسواني أو التهاب مفصل إنساني أو التهاب مفصل فيروسي، مثل الحمى المالطية بتساوي لنا التهاب مفصل التهابي. طبعا المريض دائما له عتبه محدده من الالم، اما بيكون عتبه عاليه او عتبه منخفضه، بتختلف بين شخص وشخص. يعني بما معنى انه المريض بيجي عنده حاله شديده بالركبه بس عم يعاني من الم بسيط ممكن نتجاهله، بس هي بتكون هي الحاله شديده، او بيكون عنده اصابه بسيطه بس عم يعاني من الم شديد. فلذلك نحن مدى الالم ودرجه الالم تعطينا انطباع عن الحاله الذهنيه للمريض أو حالته النفسية، مع انطباع عن الإصابة الجسدية اللي صايرة عنده بمفصل الركبة. طبعا درجة الألم متدرجة، إما المريض بيشعر بألم بسيط جدا بتجاهله، أو ألم معتدل غير ما بيقدر يتجاهله، بيتداخل مع وظيفة يعني بيأثر على حركة المفصل، هذا الألم يجب الانتباه له ويجب معالجته، أو ألم شديد جدا، أو لدرجة ألم شديد جدا يساوي له عجز يعني ما نو قادر يحرك ركبته نهائيا، خاصة بالإصابات الإنتانية أو الإصابات الميكانيكية اللي بيصير فيها جسم أجنبي داخل الركبة، هذا الجسم الأجنبي بيمنع حركة الركبة بشكل فجائي بيساوي ألم شديد بالنسبة للركبة. طبعا هذا الألم له صفات ثانية، هذا الألم إما بيكون موضع بمنطقة محددة من الركبة، إما يكون فوق وتر أو فوق رباط أو فوق جزء من المفصل، أو بيكون منتشر يعني بحوالين المفصل كلياته. هي بالنسبة لألم الركبة. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأسباب اللي تؤدي لآلام الركبة، ومثل ما حكيت هي أنواع، يعني فينا نقول آلام شديدة، فينا نقول آلام متوسطة، يمكن طبيعة الحياة نوعا ما أو طبيعة العمل لساعات طويلة، ونوعا ما نحن بنقسى حالنا شوي، يعني بنقوم بمجهود إضافي وبنعتبر حالنا أنه لا قادرين على هذا العمل، وبيسبب آثار ومشاكل صحية على الركبة. تمام. لا، بالنسبة لإصابات الركبة وألم الركبة اللي بصير له أسباب كثيرة. إما في الألم أمام الركبة اللي له أسبابه، إما بيكون ألم منعكس أو ألم راجع من مفصل الورك، يعني في مشكلة بالورك بس عم يعاني بألم بالركبة، أو ممكن بطريقة عكسية في مشكلة بالركبة بس عم يعاني ألم بالورك. هذا بنسميه الألم الراجع أو الألم المنعكس. عندنا اضطرابات المفصل الضاغص الفخذي، هذا المفصل هو ما بين العظم الضاغصة اللي هي الرضفة أو الصابونة باللغة العامية، وما بين نهاية الفخذ. أي ضغط زائد بهالمنطقة هي بيساوي لي هالألم بالنسبة لهالنقطة هي، إما بسبب سوء تراصف لمحور الصابونة مع محور الفخذ، أو عدم تطابق
ما بين الصابونة محو الفخذ إذا كان الصابونة شكلها صغير أو قاعدة بمنطقة أعلى شوي من حالة طبيعية أو أسفل شوي من حالة طبيعية بنسميها الضاغصة عالية الركوب أو منخفض الركوب، أو إذا في عنا مشكلة صحية بالقاعدة اللي هو فرط الحمل اللي بنسميه تليون ضاغصة نتيجة وضعيات معينة وشائعة جدا نحن بمجتمعاتنا اللي هي ممكن الجلوس العربي العادة العربية صعود نزول الأدراج العمل الشخص ممكن هذا العمل بيتطلب انه يقعد بوضعية قرفصاء فترة طويلة او قاعد وتاني رجليه فترة طويلة، فهذا اثناء عملية العطف للركبة بالزاوية الوسط أو الكبيرة بتساوي لي ضغط شديد بهالمنطقة هاي بتأدي لحدوث ألم وتليم بالنسبة لهالمفصل هاي. هلا الأسباب الثانية في عنا الأسباب داخل المفصل يعني ممكن يكون جسم حر بالمفصل، جسم حر يعني عبارة عن في أمراض محددة بتساوي لي جسم حر، إما يكون قطع عظمية صغيرة منفصلة داخل هذا أو التهاب غضروف مسلخ جزء من الغضروف المفصلي نتيجة حالة معينة بينفصل بيقع داخل مفصل الركبة بيساوي لي ألم أمامي وإنعقاد بمفصل الركبة. إذا أجسام حرة أو رقاقة عظمية غضروفية أو تنازل الطية، تنازل الطية اللي هو عبارة عن أنه في دائما مفصل الركبة بالحالة الجنينية بالحياة الجنينية بتقوى من 3 حجرات بيتصل بيناتهم غشاء محدد، هذا الغشاء بيتزاول مع الحياة بعد الولادة، ممكن يضل بقايا منه تربط ما بين الضاغصة وجزء من المفصل بيساوي لي ألم بهالمنطقة هي الألم الأمامي للركبة. السبب الثالث الألم الأمامي للركبة هي الإصابات خارج المفصلية، ممكن يكون التهاب وتر ضاغصي، التهاب الأوتار حول الرباط الضاغصي أو التهاب مربعات الرؤوس مكان ارتكازها على الضاغصة، هي آلام بنسميها آلام أمام الركبة. هلا في عنا آلام جانب الركبة يلي هي التهاب الأوتار الأوتار الجانبية للركبة بتساوي لنا ألم، إذا في عنا كيسة غضروفية كمان بتساوي لنا ألم بالإضافة إلى تورم بهالمنطقة هاي، وفي عنا الآلام يعني يلي الخلفية للركبة سواء في التهاب أوتار أو في كيسة معينة خلف الركبة نتيجة إصابة محددة بتساوي لي ألم بمنطقة خلف الركبة. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم في كتير ناس بتسأل هل آلام الركبة ممكن يكون لها علاقة بالفرق بين النساء والرجال وانه السيدات ممكن بيرتدوا مثلا الكعوب العاليه، هذا الشيء ممكن ياثر الجلسات اللي هي رجل على رجل لفترات طويله او الوقفه مثلا لفتره طويله بالمطبخ حركات معينه، هل هذا الشيء ممكن ياثر ويعمل الم بالركبه؟ تماما طبعا، نحن اي وضعيه بيساوي زياده ثقل او ضغط على الركبة سواء بالمستوى الشاقولي اللي هو ما بين عظم الفخذ والهذا أو بمستوى المفصل الضاغصي الفخذي بتأدي إنه زيادة حمل المفصل عم يحمل وزن أو ضغط زيادة عن اللزوم، هذا مع التكرار مع الزمن بيساوي لي حالة التهابية بالمفصل بيساوي لي ألم بالضغصة أو حالة محددة اللي هي سميناها تليون الضغصة يلي بتجي نتيجة وضعيات معينة حكينا عنها، إما تربيع أو جلوس عربي أو قعدة طويلة أو لفة رجل لرجل أو خاصة عند الصبايا المراهقات شوي بتلاقي بيقعدوا إنه بطريقة دائما بيحطوا الساق تحت منه لفترة طويلة بالسهرة أو أثناء الدراسة، فبتلاقي بعد فترة من الزمن ببلش ألم تدريجي عندهم بلشوا يشكوا من هالألام هاي. عند الشباب الرياضيين زيادة الحمل والضغط على هالمفصل هذا نتيجة حركة عطف وبسط ونتيجة ضغط قوي كمان بتأدي لي لشيء اسمه تليين الضغصة يلي هي الحالة اللي وصفناها. طيب دكتور كثير يمكن من الأخطاء الشائعة نحن بنقوم فيها نضغط على حالنا إن كان بأعمال البيت أو الأعمال اللي خارج المنزل بتأدي لضغط على المفاصل بتأدي لمشاكل صحية، خلينا نحكي عن هاي الأخطاء الشائعة اللي بنقوم فيها، يمكن في أوزان محددة لازم تنحمل بس بتلاقي دائما في مجهود إضافي بنحمل حالنا زيادة بيعموا الآلام وعم نشوف هاي الآلام والمشاكل المفاصل العظام ما كنا نشوفها بأعمار مبكرة، اليوم لا مختلف الموضوع عم نشوف بأعمار مبكرة بسن الشباب هي المشاكل الصحية. طبعا إصابة المفاصل وخاصة مفصل الركبة هو مفصل يعني أكبر مفصل بالجسم وبيحمل الوزن الزائد ثقل الجسم هو بيحمله. ضغط صحيح بالضبط، فنحن كل ما كان في جهد خلال الحياة
كل ما بنكون نحن عم نقصر من عمر المفصل، كل ما كان في وضعيات عم بتساوي لي ضغط على هالمفصل هذا، كل ما نحن عم نخلي عمر المفصل قصير، يعني انه عم يتخرب بعمر ابكر، بالحاله الطبيعيه انه هذا المفصل بيتعب بعد عمر الستينات تقريبا. صحيح. والموضوع بيختلف حسب البنيه. يعني البنيه، العرق، زياده الوزن بتلعب دور كبير بهالموضوع هذا اللي بتاثر على مفصل الركبه. فكل ما كانت في فعاليات شديده سواء عند الشباب او الصبايا او الرياضيين او زياده وزن الزياده، معناتها انا عم بقصر من عمر المفصل وعم ساوي عليه ضغط زياده عم بستهلكه قبل اوانه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن العلاجات والتقنيات الحديثة اليوم لعلاج تليون الركبة مثل ما بيقولوا أو تنكس الركبة، وشو هم العلاجات الموجودة؟ تمام. هلأ نحن هدول الحالتين، تليون الضغصة اللي هي حكينا عنها أنه المشكلة بالسطح المفصلي للضغصة بالغضروف المفصلي نتيجة إما يعني خلل بمحور أو في تشوه بالركبة الضاغصة قاعدة بمكانها غير الصح، منزاحة نحو الخارج قليلا، نتيجة الاحتكاك بتساوي لي تليون بالسطح المفصلي للضاغصة أو الصابونة. هذا التليون نتيجة الضغط اللي بيصير بهالمنطقة هي. الحالة الثانية تنكس الركبة هو عبارة عن التهاب بالغضروف المفصلي للركبة. هذا الغضروف هو عبارة عن طبقة معينة بتغطي العظام نهاية الفخذ وأعلى هذا، بيأثر على الزنبوب، بيتأثر على 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 الركبة، ببلش بتطورات تخريبية شوي 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 اللي بنسميه التهاب المفصل التنكسي، ببلش تصلب السطح المفصلي، ببلش تصلب العظم تحت الغضروف، ممكن تشكل كيسات، ممكن تشكل كذا. طبعا هي القصة او هدول الحالتين في علاجات متعددة بالنسبة للموضوع. طبعا بالمراحل الاولى الحالتين لهم مراحل معينة. بالمراحل البدية غالبا نحن بنلجأ للعلاج غير الجراحي اللي هو العلاج المحافظ، بتمارين تقوية عضلات الفخذ بالراحة، ممكن حالة شوي وسط نوضع جبيرة محددة لإراحة الركبة، أو الألم بنسكنه بشوية مسكنات. هلأ بالحالات الشديدة المتوسطة للشديدة احيانا بتتطلب تداخل جراحي ما بين خزع عظم تصحيحي اذا في تشوه بمفصل الركبه، او ما بين استبدال مفصل الركبه سواء مفصل جزئي لحجره معينه من الركبه او استبدال مفصل كامل بالنسبه له. هلا بالنسبه للحالات الوسط اللي هي العلاج اللي غير الجراحي، التقنيات الجديده اللي نحن عم نشتغل فيها حاليا تقريبا، اللي يعني تقريبا من 4 سنوات نحن بنشتغل فيها، عندنا اما حقن المواد المرممه للسطوح المفصليه، هي عباره عن مواد هي مصنعة من المحار أو من عرف الديك، بنحقنها داخل المفصل بين فترة وفترة، بتساعد على ترميم السطح المفصلي أو هذا الغضروف المفصلي اللي عم نحكي عليه اللي هو دائما سبب الإصابة بالغضروف المفصلي. التقنية الثانية اللي هي حقن البلازما، يعني البي آر بي، البلازما الغنية بالصفيحات مع الليفين. هي بناخد عينة من الدم، بنعزل خلايا محددة بتقنية محددة بتسفيل معين، نفصل الصفيحات عن الكريات البيض أو الكريات الحمر بطريقة محددة، بناخذ الصفيحات بنحقنها داخل الركبة. هي التقنية والتحقنية داخل الركبة، طبعا قبل ما نحقن الصفيحات كمان بنفس الطريقة من نفس كمية الدم بنستخرج الليفين. الليفين وقت بنحقنه بمفصل أو الفيبرين، بنحقنه بمفصل الركبة بيساوي لي شبكة مثل شبكة العنكبوت. الغاية منها أول شيء أنه هي شبكة بتلتصق على السطوح الخشنة اللي تخرب فيها المفصل، ثاني شيء الصفيحات بتيجي بتقعد بهالعيون هي تبع الشبكة. أنا وقت الصفيحات بتيجي بتقعد بهالمنطقة هي بتفرز عامل نمو، هذا عامل نمو بنبه للدماغ، الدماغ بيعطي أمر للخلايا الجذعية الموجودة بجواله بالدم أنه روحي على هالمنطقة. يعني ممكن رح نحكي بمرات قادمة عن تفاصيل أكثر، الوقت داهمنا. بدنا نشكرك دكتور لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. بدنا نشكرك الدكتور خالد نمورة، أخصائي في جراحة وتقويم العظام والمفاصل، على وجودك معنا. شكرا كثير. يا هلا يا هلا.